الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إن شاء الله الليلة اليوم الرابع من أسبوع الملتقيات العلمية التأصيلية، وعنوان المجلس اليوم أبرز الشبهات المثارة حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما عرف بمنهجه القوي الواضح وانتصاره لمذهب أهل السنة والجماعة بأدلة الكتاب والسنة، وصار الرجل إماما وعلما معروفا ومرجعا لدى الموافقين والمخالفين، لما كانت هذه الأشياء من السمات البارزة حول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، صار الناس يتمسكون بكثير من كلماته الموافق والمخالف. أما الموافقون فيستشهدون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما هم عليه من المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، لأنه ابن تيمية عرف بقوته العلمية وذكائه الحاد ومعرفته لمقالات الناس الموافقين والمخالفين، فلذلك يأخذ أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الحق ويستند إلى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية باعتباره إماما مناصرا لمذهب أهل السنة والجماعة. ومن جانب الجانب الآخر، المخالفون لأهل السنة والجماعة أهل البدع جميعا وأهل الحزبيات يتمسكون بأقوال ابن تيمية. هذه الأقوال إما أن يكون المقصد منها يثير أقوال معينة، إما أن يكون المقصد منها الطعن في ابن تيمية باعتباره رمزا من رموز السلفية، فالطعن فيه يعتبر طعنا في المنهج السلفي الذي يحمله ويدافع عنه، فيأخذ أقوال ابن تيمية وتهم يلصقوها بشيخ الإسلام للنيل منه ثم النيل من المنهج السلفي. وده باب واسع جدا من التهم اللي بيلصقوها بشيخ الإسلام، كقولهم أنه يقول بقدم العالم، دي تهمة يلصقها بابن تيمية وقد نفاها رحمه الله تعالى في كتابه الفتاوى، وحكم على ابن سينا كما نقل كلام العلماء في ابن سينا أنهم كفروه بهذا القول، يعني علماء كفروا ابن سينا أو ابن عربي بقوله بقدم العالم. فكيف يكون ابن تيمية يقول بقدم العالم ونفى الكلام ده؟ عموما أشياء كثيرة يذكر عنه، يقول بفناء النار، وهذا القول ما ثابت عن ابن تيمية ثبوتا يجزم به، بل عنده قول آخر بعدم فنائها، والقول ده ثابت عنه. والإمام الألباني رحمه الله تعالى لما نقل القولين قال: ويحملنا حسن الظن بشيخ الإسلام ابن تيمية أن نقول هذا القول، يعني القول الصواب الموافق للأدلة، هو القول المتأخر عنه. طيب، ده يا أخواننا جانب كبير جدا من الجوانب اللي بتناولوها الناس الليلة حول ابن تيمية، مطاعن وأقوال ينسبوها له للطعن فيه ولضرب منهجه، يقول لك ابن تيمية مجسم، وابن تيمية يسب علي بن أبي طالب أو يتكلم فيه، وابن تيمية يطعن في عمر بن الخطاب وغيره من الأقوال، وابن تيمية يقول ينزل ربنا كنزولي من المنبر. دي كلها أكاذيب وافتراءات نسبوها لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الغرض منها شنو؟ الغرض منها الطعن في ابن تيمية وضرب المنهج السلفي. لكن في جانب آخر من الأقوال
بينسبوها لشيخ الإسلام ابن تيمية، الغرض منها الترويج والانتصار لمذهب أهل البدع. يلا لما نجي واحد يقول لك ابن تيمية يرى جواز الاحتفال بالمولد، الغرض من الشبهة دي شنو؟ تمام؟ ما هو الغرض منها؟ يقول لك ابن تيمية يرى جواز الاحتفال بالمولد، الغرض منها الانتصار لمذهب أهل البدع الصوفية، لأنه هم الآن مش داري يطعنوا في ابن تيمية، لأنه ده ما بيعتبروا طعن، هم ده بيعتبروه ميزة إنه ابن تيمية وافقهم. فإذا عندهم ما يلصق بابن تيمية على نوعين، إما أقوال شنيعة مستقبحة عند أهل السنة وعند أهل البدع، مستقبحة يلصقوها في ابن تيمية عشان يشوهوا صورته، أو أقوال أخرى يدعوها ويزعموا إنه ابن تيمية يقول بها عشان يأيدوا بها المذهب بتاعهم. طيب الكلمتنا الليلة إن شاء الله بعد هذه المقدمة تدور على ثلاثة محاور، وهذه المحاور كلها في دائرة واحدة، في دائرة الأقوال المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أجل أن يروجوا بها مذاهب أهل البدع. يعني ما نحن نتكلم عن الأقوال الملصقة بابن تيمية لتشويه صورته والطعن فيه، إنما نتكلم عن الأقوال اللي الغرض منها تمرير مذاهب والانتصار لبدع، عشان لما نجاوب عليها ونوضحها نكون كده بينا ما أدخل في المنهج السلفي أو ما أدخل في أقوال شيخ الإسلام وليس من أقواله. طيب الدائرة دي كلها عندنا فيها ثلاثة محاور، المحور الأول ما نسبه الصوفية لابن تيمية، داري ينتصروا به لمذهب الصوفية. طيب المحور الثاني ما ألصغه الإخوان المسلمون السرورية لكي يزينوا به منهجهم الفاسد. المحور الثالث ما يتمسك به الحزبيون من أقوال ابن تيمية لتمرير أباطيلهم ومنكراتهم. طيب نبدأ بالأول، أبرز الشبهات التي يروجها الصوفية حول ابن تيمية مسألة القول بالاستغاثة. يقول ابن تيمية يرى جواز الاستغاثة بالصالحين. طيب يقول الإزيرق محمد المنتصر، وهذا شايفه الأيام دي قللوا نشاطاته في التلفزيون، كان شغال كثير في كثير من القنوات، لكن لعله أصابه ما أصابه فقللوا نشاطه، بقى ضعيف في قنوات محددة ومعينة، فلعله أصابته شيء من دعوات أهل السنة والجماعة والحمد لله. يقول في كتاب الكلم الطيب، ده كتاب لابن تيمية رحمه الله تعالى، قال كتاب الآن مطبوع، يقول ابن تيمية يجوز الاستغاثة. طبعا الاستغاثة تنقسم لقسمين، قسمها براو كده، الاستغاثة قال تنقسم لقسمين، إذا أنت عملت استغاثة واعتقدت أن المستغاث به ينفع ويضر من غير الله ومن دون الله هذه عقيدة فاسدة. طيب ده كلام الليزيري. قال ولكن لو استغثت من باب أن الفاعل حقيقة هو الله والنافع هو الله والضار هو الله، لكن من باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة كما توسل سيدنا عمر بالعباس، فهذا أمر سائغ. قال ما فيه حاجة. أول حاجة قبال ما نجي ليه لتهمته بعد شيء حجيب لك كلام ينسب لابن تيمية، قبال ما نجي ليه ده إخواننا، هذا التقسيم الزول جابه من وين؟ التقسيم ده باطل نمرة واحد. كون الاستغاثة
نوعين، نوع منا تعتقد انه الولد ما بينفع ولا بضره لكن بتدعوه من باب انه وسيله، والنوع الثاني بتعتقد انه الشيخ ده بينفع وبضر قال دي استغاثه كفريه او دي عقيده فاسده. التقسيم ده باطل. بعد شويه حيجي يقول لك التقسيم ده قالوا به الائمه الاربعه، كذاب، ولا امام واحد ما قال به. اولا يا اخواننا، الاستغاثه اللي هو بيقول عنها امر سائغ صورتها شنو؟ الله خليكم مركزين معي، صورتها شنو؟ القاس السائغه دي انه استغيث بالاولياء او بالانداد، وانا اعتقد شنو؟ انه اللي بينفع وبيضر منه هو الله. طيب ما هي صورة الاستغاثة عند المشركين الأوائل؟ نفس الصورة دي ولا ما نفسها؟ نفس الصورة دي، لأن المشرك الأول كان يعتقد أن الذي ينفع ويضر ويقبض ويبسط ويرزق ويهدي ويمنع ده الله، لقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ده المشرك الأول. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فالبنزل المطر يعلم المشرك الأول إنه اللي بينزل المطر الله، والبيرزق ربنا، والبيبسط والبيمنع والبيقبض ربنا. طيب هم بيستغيثوا بالأولياء والأنداد ليه؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الكلام اللي قاله الإزيري كنا، قال إنهم بيستغيثوا بالأولياء من باب الوسيلة والقربة. قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الأمر اللي قال سايغ الإزيري وقال عند الأئمة الأربعة، وبعد شوية حيجي يورينا عنده هو إنه ده يقول بها برضو ابن تيمية الكذب ده كله، ده عبارة عن وصف دقيق جدا لاستغاثة المشركين بالنص. إذا نقول له حسب ما تقرر من الأدلة، ما تعتقد أيها الإزيري من الاستغاثة اللي بتقول إنها سائغة ما هي إلا نص استغاثة المشركين، كويس؟ أما اللي هو بيقول ما سائغة، كونك لما تدعو زول تعتقد إنه هو اللي بينفع وهو اللي بيضر، نقول لك لو اعتقدت إنه هو اللي بينفع وهو اللي بيضر ده كفر حتى لو ما استغيثته. ده بيحتاج الاستغاثة؟ ما يحتاج. من اعتقد أن غير الله ينفع ويضر هذا كافر ولو استغاث بالله. لاحظ معاي، لو أنا الليلة بعتقد أن الصنم أو الشيخ أو القبر ينفع ويضر، لو بستغيث به الله، ما عدا ما بستغيث به، بستغيث به الله برضو كافر، لأن هذا الاعتقاد كفر منفصل، ده كفر براو. لو أضفت إليه استغاثة يبقى ده كفر آخر مضاعف. طيب بعدين لاحظ مسألة مهمة، هذا القيد والشرط اللي وضعه الإزيري لكون الاستغاثة تكون شركية، القيد والشرط ده إنه أنا أعتقد، الشرط اللي وضعه ده هل يوجد في القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الحكم مربوط بشنو؟ ها يدعو مربوط بالدعاء. هل الحكم مربوط هنا بالاعتقاد؟ قال هل ربنا قال ومن أضل
ممن يدعو وهو يعتقد أن الذي يدعوه ينفع ويضر من دون الله. ربنا ما قال كده. ربنا قال ومن أضل ممن يدعو، يدعو فقط. طيب الإزيري أضاف لها قيد آخر، يعتقد إنه اللي يدعو ده ينفع ويضره. القيد جبته من وين؟ ما موجود في الأدلة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب نمشي قدام. قال و قال ابن تيمية جاب آثار، قال خدرت رجل رجل في مجلس سيدنا عبد الله بن عمر، وسيدنا عبد الله بن عمر قال له اذكر أحب الناس إليك، قال يا محمد بياء النداء. نفس الأثر بعده، خدرت رجل رجل في مجلس سيدنا عبد الله بن عباس فقال اذكر أحب الناس إليك، قال يا محمد. قال دي استغاثة كويس. وأجاب الحديث إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلات ولم يكن بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني. جاب الآثار الثلاثة دي وقال إنه الآثار دي جابها ابن تيمية رحمه الله تعالى عشان يستدل بها على شنو؟ ها يا أخوانا، على الاستغاثة. الإجابة عندنا مقسومة لجزئين. الجزء الأول بيان أن هذه الآثار الثلاثة لا تصلح لكي تكون دليلا، ده الجزء الأول. طيب بعدك نجي نشوف لماذا أوردها ابن تيمية، لكن قبل ما نشوف موقف ابن تيمية منها نحن أول حاجة نشوف شنو، هل هذه الآثار صحيحة؟ لأن الاستدلال يا أخواننا بالقرآن ينظر فيه لأمر واحد، والاستدلال بالسنة ينظر فيه لأمرين، هذا عند العلماء كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. الاستدلال بالسنة ينظر فيه إلى صحة الحديث وصحة الاستدلال، أما الاستدلال بالقرآن ينظر فيه لشنو؟ لصحة الاستدلال فقط. يعني ما حيجي زول أنت تستدل بالقرآن يقول لك الآية دي صحيحة ولا ما هي آية، إلا كنا قريتها غلط، ما الآية معروفة. لكن السنة أول حاجة نشوف الحديث صح ولا لا، بعد ذلك تاني نشوف الاستدلال صحيح ولا لا. طيب الأثر الأول، خدرت رجل رجل في مجلس عبد الله بن عمر. الأثر ده رواه ابن السني وفيه علتان، جاي من رواية أبي إسحاق عن الهيثم ابن حنش، وذاك قاري خنش قال ظن الله قطع ساي كويس. الهيثم ابن حنش أبو إسحاق ده هو السبيعي وهو مدلس، وروى بالعنعنة، دائما المدلس إذا عنعن ما يؤخذ بحديثه، هو مدلس وعنعن الحديث عن الهيثم ابن حنش، والهيثم ابن حنش مجهول. إذن من ناحية الإسناد الحديث ده باطل. الثاني فيه غياث ابن إبراهيم اللي هو خدرت رجل رجل في مجلس من؟ انتوا احفظوا من الأول. الأولاني خدرت رجل رجل عند ابن عمر، ده اللي فيه منه أبي إسحاق السبيعي عن منه؟ عن الهيثم ابن حنش. أبي إسحاق ماله؟ مدلس، والهيثم مجهول، انتهى موضوع. الثاني خدرت رجل رجل عند ابن عباس، فيه غياث ابن إبراهيم، غياث ابن إبراهيم ده قال عنه يحيى ابن معين كذاب خبيث. إذن الأثر الأول والثاني من ناحية الإسناد ما صحيحات. الثالث إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض
فلات أو بأرض فلات. فليقل يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله عينوني. ده رواه الحاكم، وفيه معروف ابن حسان. العلماء قالوا ومعروف غير معروف. معروف ماله؟ مجهول. معروف غير معروف. فحديث إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فيه معروف ابن حسان. دائما يا أخواننا شوف الصوفية ما نقاشنا معاون، أنا ممكن لو بناقش في أهل السنة أقول لهم هذا الحديث ضعفه الألباني، انتهى الموضوع، ضعفه الألباني. لكن لما ناقش في صوفي ما بقول ضعفه الألباني، لأنه حيقول الألباني ذاته أنا ما شايله معك، ده ما ينفع معي. فيشوف دائما الأحاديث اللي بتتعلق بالعقيدة وفيها يتمسكوا فيها الصوفية، أعرف الحديث ذات ومشكلته وين. فيه معروف ابن حسان، غير معروف ضعفه ابن عدي والذهبي في ميزان الاعتدال، انتهى الأثر كده، الثلاثة اللي انتهوا. لأنه دائما إحنا عندنا الأثر يكون ما ثابت من ناحية إسناد، ما تتعب رقبتك مع الزول. العلماء بيقولوا أثبت العرشة ثم انقش. أنت عارش ما عندك نقاشة في شنو؟ النقاش ولا تجيبه ذاته، لأنه أنت العرش ما خطيته لسه. طيب الآثار ضعيفة. بعد ذاك نجي للسؤال المهم، لماذا أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ شيخ الألباني علق قال واستقبحت إيراد شيخ الإسلام لهذه الآثار، وفيها ما فيها من المخالفة العقدية. فيها مخالفات عقدية يا محمد، مخالفة عقدية. لماذا أوردها ابن تيمية؟ أوردها قال ابن الألباني رحمه الله تعالى، قال كعادته من كعادة المصنفين يريدون في الباب الواحد كل ما ورد. يعني يقول لك باب انفلات الدابة، يعني كل الآثار اللي وردت في الباب ده، الأثر اللي ورد فيه شنو. بعد ذاك يجي الناظر والمطلع والمتعلم ينظر هل الإسناء هو هل الأثر صحيح ولا ضعيف. يعني كعادة الطبري مثلا ينقل في الأخبار وفي التفسير، ينقل عن فلان عن فلان عن فلان الأثر. زمان العلماء يقدروا يفحصوا ويعرفوا عن فلان عن فلان، يعرفوا ده ضعيف ده صحيح. فهو وضع عليك وجعل لك الأمر في يدك. في بداية تاريخ الطبري نقل أو قال قال سننقل كلمة معناها، قال أنا بنقل في كتابي هذا آثار وأخبار، قال وبعضها غير ثابت وأنقلها كما وردت، ثم أجعل الأمر لأهل الدراية فيميز الصحيح من الضعيف. قال ومن وجد في كتابي هذا شيئا يستقبحه فإنما أتي من جهله لا من قبلي. يعني أنت لو جيش لك شيء مخالف ممكن تلقى لك آثار الآن في كتب الطبري فيها طعن في الصحابة، فيها طعن في الصحابة عديل. والطبري سلفي من أئمة المذهب السلفي، وهو صاحب عقيدة نقية وصافية في باب الصحابة، لكن لماذا نقل هذه الآثار؟ نقلها من باب نقل المصنفين لكل ما ورد كويس. لكن إحنا زمننا ده حاجات زي دي تبقى لك مشكلة كبيرة جدا، الطريقة تبقى لك مشكلة. لذلك ابن تيمية نقلها بهذه الطريقة، ولا يدين بما يفهم منها أو بما ورد فيها. وذكر ابن تيمية في موضع آخر نفس هذا الصنيع مع أبي نعيم في الحلية، لما جاب حديث الأبدال والنجباء والأقطاب، والحديث ذا باطل موضوع ويستدل به الصوفية لعقائدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل، قال الحديث باطل باتفاق أهل المعرفة، وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم في حلية الأولياء والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته، فلا تغتر بذلك. يلا انتبه، قال لك الأثر ده لا تغتر بذلك. ليه يا أخوانا ما أغتر؟ هو ما موجود في كتاب أبي نعيم وأبي عبد الرحمن السلمي، وده من المصنفين من علماء الحديث.
ابن تيمية قال لك فلا تغتر بذلك. طيب داري ورينا ليه؟ قال فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع، وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله. إذن عند بعض أهل العلم طريقة في التصنيف، يروون ما نقل وإن كان فيه نظر من حيث الصحة والضعف. ابن تيمية إذن يا أخواننا نقل هذا من باب ما ينقل وما يروى، وتبع في هذا الألباني قال تبع فيه النووي وابن الجزري نقلوا هذه الآثار بصورة دي. طيب لكن يبقى السؤال، هل حقيقة ابن تيمية يرى جواز الاستغاثة بالمخلوق؟ نشوف ابن تيمية قال شنو. قال فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن، ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم، ومع هذا فقد نهى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله. إذن الاستغاثة عنده إلى أن قال وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستغاثة بمخلوق. هو ده قال عند الأئمة الأربعة صح؟ هنا ابن تيمية ورأينا الاستغاثة ما بتجوز بالمخلوق، ونقل عن الأئمة كأحمد وغيره قال وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، فإذا كان لا يجوز ذلك فلا يجوز أن يقول أنت خير مستعاذ يستعاذ به أو لا. فالاستغاثة والاستجارة والاستعانة كلها من نوع الدعاء أو طلب، وهي ألفاظ متقاربة كلها ما تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب كده يا أخواننا تكون وضحت لنا المسألة الأولى. عند الصوفية يقول لك ابن تيمية يرى جواز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا كذب على شيخ الإسلام. المسألة الثانية يقول ابن تيمية يرى جواز تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. طيب نجي نشوف الكلام، وهل التقسيم ده خلي عند ابن تيمية براو عند غيره من أهل العلم، هل هذا التقسيم موجود كما عند الصوفية؟ نجي نشوف. طيب ده في الفتاوى 27-152. طيب الجزيري يقول ابن تيمية يرى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، قال ويسميها مصلحة مرسلة. طيب نجي نشوف كلام ابن تيمية ما عنده أي علاقة، وحتى من العلماء من قسم البدعة إلى سيئة وحسنة تقسيمه ما عنده علاقة بشغل الصوفية الليلة ده، لأن الصوفية بيجيبوا بدعة من جرام الراسم صلاة الفاتح ويقول لك أورادهم وأذكارهم دي كلها كويس، يقول لك دي من البدعة الحسنة، ما عنده أي علاقة بالبدعة الحسنة. ده لو قلنا بقول من قال بوجود البدعة الحسنة، حتى ابن تيمية وجه لك الكلام توجيه عجيب جدا. قال ومعلوم أن كل ما لم يسنه ولا استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع المنكرات، ولا يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة، إذ البدعة الحسنة عند من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة. طيب من هنا يا أخوانا قبل ما نمشي، هل ابن تيمية يقسم إلى حسنة وسيئة؟ نسب الكلام لغيره ما له هو، قال لك عند من
يقسم البدع إلى حسنة وسيئة لا بد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويقوم دليل شرعي على استحبابها. دي الناس اللي قسموا البدعة إلى حسنة وسيئة يشترطوا شنو؟ أن يقوم دليل شرعي على استحبابها. عشان كده لو جاك صوفي قال لك الشافعي يرى وجود البدعة الحسنة، أها، أو القرافي يرى وجود البدعة الحسنة أو غيره، العز بن عبد السلام يرى تقسيم البدعة إلى الـ إلى إلى الـ الـ الأحكام التكليفية الخمسة، بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مندوبة كده. أيوة، العلماء ديل اللي بيقسموها لحسنة ديل ذاتهم بيقولوا في بدعة حسنة يشترطوا لها شنو؟ لابد تحفظوا النقطة دي مهمة، أن يقوم دليل شرعي على استحبابها. قال كذلك من يقول البدعة الشرعية كلها مذمومة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ويقول قول عمر في التراويح نعمة البدعة هذه إنما سماها بدعة باعتبار وضع اللغة، فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقل دليل شرعي على استحبابه. طيب ابن تيمية قال ومآل القولين واحد، شوف زول فهموا كيف القولين ده الواحد. اخوانا فهمتوا النقطة دي ولا ما فهمتوا؟ ها أعيدها تاني. قال لك العلماء منهم من يقول في بدعة حسنة كويس وبدعة سيئة، ومنهم من يقول كلها سيئة. طيب اللي قالوا كل البدع سيئة أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لأنه عندهم ديل اللي قالوا كلها بدعة سيئة عندهم كل ما لم يدل عليه دليل شرعي فهو بدعة ضلالة. الجانب الثاني قالوا في بدعة حسنة لكن اشترطوا لا شرط أن يقوم دليل شرعي على استحسانها. إذن ديل لما سموها بدعة حسنة وديل قالوا لا دي ما بدعة حسنة دي سنة حسنة، إذن الاختلاف في شنو؟ في الحقيقة ولا في اللفظ؟ بس ده خلاصة كلام ابن تيمية. قال إذ هم متفقون على أن ما لم يستحب أو يجب من الشرع فليس بواجب ولا مستحب، فمن اتخذ عملا من الأعمال عبادة ودينا وليس ذلك في الشريعة واجبا ولا مستحبا فهو ضال باتفاق المسلمين، إلى أن قال فالخلاف خلاف لفظي. خلاف لفظي يعني ديل بيسموها بيسموها بس بدعة حسنة، وديلك بيسموها شنو؟ سنة حسنة. والاثنين متفقين في شنو؟ لا بد من وجود دليل شرعي على استحبابها. إذن لو قال لك ابن تيمية يقول بالبدعة الحسنة قل له واللي قالوا بالبدعة الحسنة واللي ما قالوا بها في النهاية الضابط والشرط بتاعهم واحد. طيب النقطة الثالثة ودي الأخيرة في مطاعن الصوفية أو شبهات الصوفية، يقول ابن تيمية يستدل بحديث يا عبدي أطيعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون، ودي طبعا اللافي بيها حامد بابكر الصوفي ذاك في المجلد الرابع من الفتاوى صفحة 377. طيب ابن تيمية جاب آثار ضمن رسالة، الفتاوى دي ما رسائل مجموعة، هي رسائل مثل رسالة الفرقان ورسالة حديث النزول كذا، رسائل مجموعة جامعة ابن قاسم رحمه الله تعالى. هذه رسالة في تتكلم عن تفضيل صالح البشر على الملائكة. الرسالة دي كلها في الجملة متكلم في صحة نسبتها لابن تيمية، من أهل العلم من تكلم في صحة نسبتها لابن تيمية، لأنه قالوا فيها عبارات لا تشبه كلام شيخ الإسلام،
وفيها أشياء مثبتة في الرسالة دي، هي عبارة عن 40-50 صفحة حاجة زي دي. قالوا فيها أشياء ابن تيمية رد على في 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 حتات تانية، عشان كده شككوا في نسبة الرسالة دي لابن تيمية. فهذا جواب من الأجوبة. أول حاجة تقول لهم الرسالة دي مشكوك في نسبتها لابن تيمية. أديكم مثال بسيط، قال بيتكلم عن صالح البشر لهم مثل ذلك، يعني من الميزات بفضل صالح البشر على الملائكة. قال في آخر الكلام وأين هم من الأغطاب والأوتاد والأغواث والأبدال والنجباء. من بابين شنو؟ يمدح في الأشياء دي، يمدح في الأغواث والأبدال والنجباء والنغباء. يلا ركز معي في المجلد 11 ابن تيمية، في المجلد 11 في الفتاوى في الصفحة 437. شو ابن تيمية يقول شنو؟ قال فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله، فهو غياث المستغيثين. فممكن هنا يثبت الأغواث ويفتخر بأنه الأغواث، ها أين أنتم من الأغواث اللي هم إذا كان البشر العادي أفضل من الملائكة، فكيف الأغواث والأبدال والنجوبة؟ ويجي هنا يقول لفظ الأغواث لا يقال إلا لله سبحانه. الغوث الصفحة 437 مجلد 11 437 كويس. قال فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. فكيف هنا يثبت الأغواث؟ كده العلماء منهم من جمع رسالة كاملة في التناقضات الموجودة في هذه الرسالة الخاصة دي، براها تناقضات بينه وبين فتاوى ابن تيمية في مواطن أخرى، حتى لقوا فيها عبارات فيها نقص وعبارات فيها خلل ما تشبه كلام ابن تيمية. من ناحية تانية، الأثر اللي نقله ابن تيمية ده هو ما أثر صحيح، الأثر ضعيف. يقول يا عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. ده الأثر الآن بيجيبه حامد ويتبجح لك يقول لك يا وهابي وتعال لي هنا وتعال ناظر يا وهابي، وده شيخك يقول للشيء كن فيكون. تتكلم في البرعي، تتكلم في منو، وتطعن في عقائدهم، يا هو ده شيخك يقول للشيء كن فيكون. أيوة، أولا الأثر ده حتى الجفري جابه، جابه الجفري برضو مش كويس. الأثر ده مش ضعيفه، هو ما موجود أصلا في كتب أهل الحديث، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، لا وجود له. وفي فتوى خاصة فيه للجنة الدائمة، الفتوى برقم 2808 من فتاوى اللجنة الدائمة، قالوا هذا الأثر لا وجود له، إنما يوجد في رسائل إخوان الصفا الشيعة. كويس؟ طيب، حتى لو قلنا الأثر ده ضعيف وباطل، ابن تيمية جابه هنا على أي مفهوم؟ جابه هنا على مفهوم إنه تفضيل صالح البشر على الملائكة يكون في الآخرة في الجنة. كويس؟ هنا لما ترجع قباله بورقتين صفحة 372، قال وأيضا فإنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة. إذن العبد يقول للشيء يكون فيكون ده وين؟ حيجيك ليه؟ كويس؟ قال ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى. هنا قبل الأثر طوال شو ابن تيمية قال شنو؟ قال ثم هب أن هذا في الدنيا، ذلك الكلام السابق، فكيف تصنعون في الآخرة؟ خلي بالك جايب الأثر ده مش زي ما يستدل به الصوفية، ده لو صح الأثر هو ما استدل به على إنه صالح البشر في الدنيا يقول للشيء يكون فيكون، هو استدل به في الآخرة.
قال وقد جاء في الأثر يا عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون يا عبدي أنا الحي الذي لا يموت أطعني أجعلك حيا لا تموت حيا لا تموت دي في الدنيا ولا في الآخرة من الحي لا يموت في الدنيا هنا من الحي لا يموت ما في ذو الحي لا يموت إنك ميت دار النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم ميتون فما ممكن أنت تجيب لي حديث يختلف على القرآن أطعني أجعلك حيا لا تموت إنت مت عشان تطيعه مش بتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وتحاول تقلد الرسول في كل شيء عشان تطيع الله الرسول ذاته اللي أنت بتقلده هل حي لا يموت؟ ما حي لا يموت هو مات عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء فما ممكن يكون ده في الدنيا خلي بالك معي قال إن المؤمن تأتيه التحف من الله من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت هل ده يستدل به في الدنيا؟ أبدا لا إنما هذا في الآخرة بعدين لكن يبقى السؤال الحديث ده معروف إنه ضعيف ليه أجاب ابن تيمية؟ نقول الاستدلال به كألفاظ فقط إنه الأمر ده في الآخرة وإنه الآخرة الإنسان يطلب ما يشاء ويجد كما قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم من ناحية معنى صحيح هنا الاستدلال لكن يبقى ليه ما بيّن إنه الأثر ده ضعيف نقول بيّن ابن تيمية قال وقد جاء في الأثر وهذه العبارة حسب ما أعرف من عبارات ابن تيمية يستخدمها للدلالة على التضعيف في مواطن تانية أنا ما جبت معي بقية الكتب لكن ابن تيمية يقول لك وقد جاء في الأثر وروي في الأثر دي بينقولها دائما فيما يتعلق بالأحاديث الضعيفة كويس فدي صيغة التضعيف يعني هسه العلماء مرات بيشيروا للتضعيف بطريقة زي الحامد الصوفي البليد ده ما بيفهمها يقول لك وروي روية يعني شنو؟ صيغة تضعيف روية صيغة تضعيف لأنها من المجهول وقيل وذكر دي صيغة تضعيف هنا قال وقد جاء في الأثر ما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كويس؟ فإذا يا أخواننا ده كله ما فيه دليل من ناحية أول شيء رواه بالتضعيف من ناحية ثانية الرسالة دي كلها مطعون فيها ناحية ثالثة ابن تيمية ما يقصد ده إنه الولي الصالح في الدنيا يقول للشيء يكون فيكون إنما يقصد شنو بالآخرة طيب كده نكون انتهينا من الملف الأول بتاع الصوفية نجي للملف الثاني بتاع الإخوان المسلمين السرورية الزمن جاء ولا خلاص صلايات نصلي يعني نخلص ونصلي كويس ها مزيد تيانية صلي قبلنا الملف الثاني ما يتمسك به الاخوان المسلمون السرورية مسألة الاستحلال نحن دلنا ننوع الشبهات المثارة عشان نغطي على اهل البدع الموجودين في الساحة طيب ابن تيمية له كلام يخص قضية الاستحلال والإخوان المسلمون يرى انتبهوا للمسألة الإخوان المسلمون على طريقة الخوارج والخوارج أصولهم مبنية على أمرين التكفير والخروج فالسرورية عندنا في الأعصار والأيام دي لما وجدوا من أحاديث النهي عن الخروج على الحاكم الجائر حديث كثيرة جدا منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أدوهم الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. النصوص لما لقوها أدركوا إنه ما يجوز إنه الخروج على الحاكم إلا أن يكفر، كما جاء في حديث أم سلمة قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية: لا ما صلوا، وفي حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يلا بعد ذاك السرورية سعوا في مسألة التكفير، وهل التكفير هو مقصود لذاته عندهم؟ هل هم غرضهم التكفير؟ غرضهم التكفير بدليل إنه في كثير من الناس وقعوا في الكفر. السرورية ما يفلحوا لتكفيرهم كحكم شرعي. يعني الآن في ناس وقعوا في الكفر صريح، ولا مسألة زي دي فيها نزاع واستدلال يحاولوا يستدلوا عليها باستدلالات باطلة وغيرها. لا لا، في ناس وقعوا في كفر عديل، واحد بيقول لك أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة دي. ده كفر بوش الدرب، صح؟ السرورية قاعد يكفروا زي ده؟ ما بكفروا. النوع اللي بيقول لك: إن كنت في هم وغم فنادني أتيك بسرعتي، ده كفر ولا ما كفر؟ هل بكفروا زي ده؟ يوم ما سمعنا مكفر واحد من ديل اللي بيدعو الناس، اللي بيعبد الناس ليهو، اللي بيسجدوا له الناس قدامه، ولا بيشتغلوا بهم ذاته، وكان انت تكلمت فيهم بيسكتوك. يقول لك: لا لا لا. ليه؟ لأن التكفير عندهم غرضي، عندهم غرض منه. ما يكفر إلا الحاكم. ليه؟ وكفروا ليه؟ هل غايتهم التكفير؟ لا، الغاية الخروج ليصلوا هم إلى الحكم. عشان كده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الخوارج طلاب دنيا، طلاب دنيا، يعني عندهم الدين مطية ووسيلة، استغلوا الأحكام الشرعية عشان يصلوا بها إلى التكفير. كفروا الحاكم، خلاص الناس خرجت معهم واستحلوا الخروج، خرجوا عليه، مسكوا هم السلطان والمناصب. تاني لا بكفروا زول ولا بيسألوا. فهمتوا النقطة؟ يلا أنا دار أوصلك لشنو؟ دار أوصلك لأنه الخوارج الآن المعاصرين بيجتهدوا ويحتالوا على تكفير الحاكم. في الأول بيجوك بالآية عديل يقول لك: ربنا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن لقوا الاستدلال أهل السنة في الآية دي واضح، وإنه الآية لابد فيها من الاستحلال، لأن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله حكم مجرد من غير استحلال وتفضيل لقانون البشر على حكم الله، دي الاستدلال ده ما بيستقيم. يلا قاموا عملوا شنو؟ الاستدلال بالآية دي ما بيقدروا عليه، لأنه إحنا ممكن نلزمهم. أنت لو قلت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، طيب الحاكم ده ما حكم بالشريعة، إذن كافر. نقول لك: خلاص أنت مش قلت بتكفر، سلمنا معاك إنه ده كافر. كفر في واحدين تانين كفرهم برضو. اللي شرب الخمر ما حكم بما أنزل الله، كفروا برضو. الزاني ما حكم بما أنزل الله، كفروا برضو. أها، عاق الوالدين كفروا. كل ما حكموا بما أنزل الله، وده حكم كله، ما بيقدر يكفرهم؟ ما يقدر. يتناقض. ليه يتناقض؟ لأنه في أحكام شرعية مرتبة على ذيل وعقوبات. الزاني يقطع يده، طيب لو قطع يده طهر من الحكم ولا ما طهر؟ خلاص نضيف، صح؟ الزاني المحصن لو رجموه كده طهر ولا ما طهر؟ ما عليه أي شيء. العلماء استدلوا بالنقطة دي، نقطة الحدود الشرعية، قالوا: لو كان الزاني كافر
والسارق كافر لما طهره الحد. الحد بطهر الكفار؟ يعني أسا الكفار اللي كفروا وأقاموا عليهم الحد قتلوهم هل بيطهروا ويدخلوا الجنة؟ أسا لو كافر جبنا قتلناه ويخش الجنة؟ لو قتلت ألف مرة ما يدخل الجنة، لأنه الحدود ما بتطهر الكفر، الحدود بتطهر الذنب المعصية. شفت كيف؟ طيب السرورية عشان يصلوا للتكفير قاموا احتالوا، ده نوع من الاحتيال في الاستدلال. قالوا هؤلاء الحكام بما أنهم حكموا بغير ما أنزل الله وبدلوا القوانين، بدلوها طبعا، هم لقوا مسألة الحكم دي بقت ما بتمشي، لأنه استدلال بالآية طوال بنجيب لهم حديث ابن عباس الأثر بتاعه، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم. أيوة قالوا نحسن نمرق منا، نجيب لنا وهمة جديدة اللي هي شنو؟ يقول لك ده تبديل، واللي بيبدل الشرع ها كافر باتفاق الفقهاء. ده كلام ابن تيمية، يقول لك أي إنسان بدل الشرع كفر باتفاق الفقهاء، وده كلام ابن تيمية. نقول لهم التبديل ده ما هو تغيير، ما تغيير فقط، يعني أنا مثلا أحكم السرقة شنو؟ قطع اليد صح؟ طيب حاكم معين قطع اليد ده بقى ما بيقطعها، انت سرقتها بيجلدوك جلد، ده ما تبديل، ما اسمه تبديل، لانه ده قد يقول لك يا اخي انا والله حكم الله عارفه، حكم الله الافضل وحكم الله هو الحق، لكن انا لا ما قادر اقطعها، انا خايف بس من كده حاجات معينه انا ما قادر عليها كده، مو احتيال زي ده، لكن في نفس الامر هو مؤمن بحكم الله ومقر بحكم الله، ده ما اسمه تبديل، مجرد التغيير ما تبديل. التبديل العلماء قالوا ان يعتقد ان هذا هو حكم الله، بعد ما يغيره غير قطع اليد بالجلد ويقول هذا هو حكم الله، يعني يستحيل. يلا قاموا جابوا كلام لابن تيمية، قال والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طعم بيقفوا على كده، ابن تيمية كلامه ما انتهى، كلهم من قلوب بيقفوا على كده. حتى مزمل لما جاء في المناظرة بتاعت محمد عبد الكريم لما ناقشوا في النقطة دي قال لي أنت بترت كلام ابن تيمية، عبد الكريم ناقله لحد هنا بس كده، الزلمة قال لي بترت كلام ابن تيمية، قال لي ما في ناس قبالي بتروا زي ده كده، يعني دي حجتك؟ ها؟ أي قال لي في ناس قبالي بتروا زي ده. ابن تيمية جاب عبارة في آخر كلامه بينت الموضوع ده كله، قال أي هو المستحيل للحكم بغير ما أنزل الله، هو المستحيل، يعني ما هو كفر باتفاق الفقهاء لمجرد تبديل، شال القانون ده خدت محله قانون ثاني، مجرد تبديل، لا، إلا أن يصحب هذا التغيير اعتقاد في القلب، والاستحلال من الأمور شنو؟ القلبية. عشان كده ابن تيمية في الصاري والمسلول قال والاستحلال اعتقاد أنها حلال له، اعتقاد مش مسألة بتاعت مجرد ما غير ده، لو مجرد التغيير انت هتكفر الأمة دي كلها، تعرف مركتك من بيتكم تلقى لك واحد مركب سماعاته بيسمع في الموسيقى، اها ده حكم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله؟ اسال نفسك سؤال عشان نفسك انت تبقى تكفيري جد وخارجي صحيح صحيح يا سروري، ابدا مين بتاع الكمساري ده امرقه برا، ركبت الحافله لقيت واحده متبرجه لابسه في ركبتها دي حكمت بما انزل الله؟ ربنا نزل الحجاب يا اخي يدنين عليهن من جلابيبهن، ما نزل ده، ما حكمت بما انزل الله كفره، والتكفير ده شنو خيار وفقوس؟ انت اصلا مسكت لها قاعده، عشان كده الخوارج اللوائل ما زي ديل، ديلك بيكفروا لك ديل كلهم،
متبرجة كافرة، سارق كافر، زاني كافر، ولا الموضوع ده ولا بناقشوا فيه كثير. لكن ده لسا بس مصلحتهم بوين؟ كفر لك الحكومة دي بس، والجنب هذا في الشارع ده ولا بيشتغل بهم، بيفيد جون كده بيكون في كفار تانيين بيفيد جون كده، شفته بس ده يصل الحاكم أول ما يوصلوا كفروا بس. فالاستدلال باطل بكلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية مبتور، وهم أخذوه على غير ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. النقطة الثانية والأخيرة من استدلالاتهم من كلام ابن تيمية، بيجيبوا لك ما قاله ابن تيمية في التتار وهم أتباع جنكس خان، وذاك وضع لهم قانون. فيجي يقول لك يا أخي ابن تيمية يتكلم عن التتار كويس، وقال التتار دل كفروا بتحكيم القانون اللي اسمه الياسق أو الياسع، القانون اللي وضع لهم جنكس خان بتاعهم ده. والسرورية بيعتبروا إنه كفر التتار، لماذا؟ لأنهم حكموا القانون الياسق. وطوال يجي يشبهوا لك بينهم وبين حكام الليلة، يقول لك حكام اليوم وضعوا قوانين مأخوذة من القوانين الفرنسية والبريطانية وكده، ووضعوها حكموا للمسلمين، وذلك زمان جابوا الياسق وكده، خلاص كفار سوا ديل زي ديل. لكن الموضوع ما كده، جنكيز خان ده الطاغوت بتاعهم بتاع التتار ما كان مجرد إنسان حكم له قوانين غير القوانين الشرعية، وهو يعتقد وجوب تحكيم الشريعة، أو الناس المعاو يعتقدوا وجوب تحكيم الشريعة ويعتقدوا صحة الشريعة الإسلامية، لكن حكموا بذلك لهوى أو لشهوة. لا، تعال شوف ذا العقايدهم كيف. قال وذلك ابن تيمية قال في الفتاوى 28 521، قال وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله. ده الكفار ولا ما كفار؟ ولا تمشي قدام ده ما كفار؟ يعتقدون أنه ابن الله، من جنس ما يعتقد النصارى في المسيح، ويقولون إن الشمس حبلت أمه. قالوا الشمس ياد خشت بقوة البيت وحملت أمه، وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من قوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت. ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولا الزنا، هو للزنا ذاته جنكيز خان، وأن أمه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا، وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله. هذا الكفار ولا ما كفار؟ إذن كلام طويل جدا من القبيل ده، وعندهم قال دين الإسلام عشية قدام، قال دين الإسلام زيه زي اليهودية والنصرانية ودين الإسلام، عندهم زي المذاهب الأربعة، تبقى يهودي تبقى نصراني تبقى كده كل واحد. فهؤلاء كفرهم ليس لتحكيم قانون جنكيز خان فقط كويس، وإن كان تحكيم لقانون جنكيز خان حكموا من باب الاستحلال وده كفر برضو، لكن ليس العلماء ما حكموا عليهم بالكفر فقط لمسألة تحكيم غير القانون الشرعي، لكن لاعتقادهم إنه ده ابن الله، ولاعتقادهم إنه أعظم رسول عند الله سبحانه وتعالى. قال فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين، ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الكلام. فلو جاء واحد فتح لك الباب بتاع موضوع جنكيز خان ده أعلم تماما إنه كذاب ومفتري، دار يلعب عليك ويلبس عليك الأمور. طيب نحن نقف شوية نصلي ونواصل، فاضل لنا آخر باب ما يتمسك به الحزبيون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نصلي ونواصل إن شاء الله. وصية القحطاني. بالله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.